فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يعطيني بعض المحسنين مالا لتوزيعه على أقاربي، فهل يجب علي أن أخبرهم أنه من محسن أم أعطيهم من غير أن أبين لهم؟ يقول: هل هو مني أو من غيري؟ إذا كانوا محتاجين فأعطهم ولا تخبرهم، أعطهم سواء منك ولا من غيرك ولا تخبرهم بذلك. نعم.